احنا كتفلام وعايزين نختبرك مدمن افلام ولا لا. يا الله. اقدر اقول من دلوقتي الاجابه اني فاشله. اخد واحد واحد ولا كله؟ ماشي اخد كله وجاوب كله. عمرو واكد مات في فيلم ايه؟ اصحاب ولا بيزنس؟ عمرو واكد مات في اصحاب ولا بيزنس؟ علي امام كان اقدم واحد في العماره اللي ساكن فيها في فيلم السفاره في العماره. لا ماشي بعده. عمارة يعقوبيان. عمارة يعقوبيان. فتحي عبد الوهاب دمه بيجري في كور بيضة وحمراء ونسوان في فيلم ايه؟ في فيلم سهر الليالي. طبعا سهر الليالي. احمد زكي كان سايس في فيلم ايه؟ كابوريا؟ كاراتي كيد. مستر كاراتيه. نيلي كريم طلعت رقاصه في فيلم ايه؟ طلعت رقاصه في غبي منه فيه. غبي منه فيه. كنبه عمرو واكد كانت حلوه قوي في فيلم ابراهيم الابيض. كنبته كانت حلوه. ايوه كان ابراهيم الابيض صح. عزت ابو عوف طلع بشخصيه الفنان عزت ابو عوف في فيلم ايه؟ في اسكندريه. اسماعيليه راهيه كانت محافظه. عادل امام كان طيار في فيلم ايه؟ كان امير الظلام. امير الظلام. محمد سعد طلع ما بيخلفش في فيلم ايه؟ الليمبي 8 جيجا. الليمبي 8 جيجا. احمد السقا مات في فيلم ايه؟ تيتو. تيتو. احمد السقا كان نفسه يبني مصنع غزل ولابوه في فيلم ايه؟ كان مافيا. مدمنه افلام يا مدمنه. تحفه. شكرا.